كمان النهارده سعيده لان هي نجحت في التخلص من صداع كان معمول الفتره اللي فاتت. ما تقول العراقي لي هيجدد. كريم عراقي. ايوه هو كريم العراقي هيجدد ولا مش هيجدد؟ جدد كريم العراقي النهارده لمده سنتين اضافيتين غير السنه المتبقيه ليه في عقده، بعد ما وصل الطرفان الى اجابه نهائيه، احنا الاثنين عايزين نكمل، فتم توقيع العقود. معانا على التليفون الظهير الايمن المتالق لمنتخب مصر الاولمبي والمصري بورسعيدي كريم العراقي. كريم اهلا بيك، فلاني عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله حبيبي، الحمد مليون لله. مبروك تجديد العقد او تمديده، وعايز اعرف يعني الحمد لله الانفراجه جت ازاي؟ والله هو يعني كان في سوء تفاهم حصل في التفاوض، وطبعا انا ككريم يعني كنت عامل حادثه وكنت لسه يعني ايه فايق منها وكده، اتلاقيت الدنيا يعني ايه مقلوبه شويه، ايوه فانا بحب اللي انا اهدى بقى واخد نفس كده وافهم ايه اللي حصل، يعني ايه الدنيا عامله كده ليه ايوه بس. وابتديت ان انا اتكلم مع مجلس الاداره واقرب لهم وجهه نظري، ان انا عاوز احترف. طب احنا عاوزين نجدد لك عشان نضمن حق النادي. قلت لهم خلاص تحت امر النادي في اي حاجه، وما اتكلمتش مسافه ما اتفقنا في نقطه الاحتراف خلاص، وهنشتغل عليها بشكل معين، فخلاص كده كده من غير ضمانات كده تمام. الكلام الوعد اللي بيوعده مثلا الريس سمير حربيه، ايوه الاستاذ محمد الكولي، الاستاذ عدنان، الوعد بس ده كفايه ان احنا نشتغل بطريقه معينه على وجهتنا اللي هي الاحتراف. فتوصلنا الاحتراف للنقطه دي. ايه؟ وعدوك بانه اذا جاء ليك عرض احتراف فبكلمتنا احنا هنخليك تحترف. اتحط في بالظبط العقد، اتحط في العقد بند زي ده ولا مجرد لا لا اتفاق؟ لا مش محتاجين احنا تمام. بند زي ده، ده مش محتاجين بند زي ده، وان انا في بيتي وهم اكيد بيشتغلوا لمصلحتي، بس تمام. احنا كنا كل ده بنتفق على شكل معين اللي احنا هنخوض الاحتراف ازاي، هنخوض تمام. التجربه ازاي. ازاي اللي هو ايه شكل الاحتراف اللي ممكن تكونوا اتفقتوا عليه اللي ارضى الطرفين في الاخر؟ هو شكل معين، وابتدي اشتغل مثلا انا مع الدكتور محمد الدسوقي، وابتدي اشتغل بطريقه معينه في تطوير ادائي. ممكن تمام. النادي يوفر لي كام طلب مثلا، يعني سر شويه خارجي هيوفر لي حاجات مثلا الناس تشتغلوا معايا، على اساس ان شاء الله بعد الاولمبيات لو جه عقد كويس خارجي للنادي المصري هيوافق عليه. طيب ممتاز. على الناحية المادية، هل الناحيه الماديه انا مضيت على بياض. مضيت على كلمة بياض دي؟ ما بقوش يصدقوها الناس، فخلينا نبقى أوضح شوية يا كابتن كريم. والله والله يا كابتن هاني، انا خلاص التقينا في النقطه اللي الاهم عندي خلاص. فالموضوع قلت لهم حطوا للنادي هيحطوا لي مفيش مشكله بالنسبه لي. قالوا لي الارقام، والله انا اتكلمت في نقطه في رقم، الوكيل اتكلم. فقلت لهم خلاص اهم حاجه الموضوع الاولاني او النقطه الخلاف ما بيننا اتحلت وعرفنا هنمشي ازاي فيها، فخلاص الموضوع باي حاجه بالنسبه لي سهله، وانا همضي لكم الوقت على بياض ايه، وبعد كده هنملى العقود، هنملى العقود قبل ما امضي. ممتاز. طيب انت في شرط جزائي؟ لا مفيش شرط جزائي. طيب جميل جدا. انت شايف ازاي بقى المرحله اللي جايه؟ متوقع احترافك اللي انت عايزه ممكن يتم امتى؟ نهايه الموسم بعد الاولمبياد ولا هتستنى سنه ولا شايفها امتى؟ لا هو ان شاء الله يعني لو ربنا يسر وجه عقد كويس للمصري هم واعديني بكده، تمام. ويمكن الاستاذ حسن عمار لما طلع وهو اللي كان بيتواصل معايا مظبوط، طلع واكد الكلام دون على الهواء. تمام ممتاز. هل كان مربوط مشاركتك في المباريات بتمديد التعاقد؟ هو حقيقي يعني النادي يعني كان بيكلمني في النقطة دي، وكان قال لي اللي انت عاوزينك ان انت تركز، عاوزينك ان انت تخلص الموضوع ده عشان تفيد الفرقة وتركز مع الفرقة، فهي كانت النقطة ماشية كده، ايوه مش ما اقدرش اقول بقى الناحية التانية دي خالص. مفهوم. طيب كريم، هل كابتن شوقي غريب تدخل؟ ممكن هو كابتن شوقي طبعا عامة بيتدخل بطرق معينة، يعني كابتن شوقي قيمة وقامة كبيرة، فطبعا ممكن يكلم على مصلحة ابنه، ممكن يكلم النادي كمان، ممكن يتواصل مفهوم مع النادي، مفهوم. مش أنا بس يعني، مش على كريم بس، على اللعيبة، على لعيبة كتير اي في أسرة مظبوط. المنتخب الأولمبي دي أسرة، فممكن عشان مثلا كريم أو عشان عمار أو عشان أي لاعب في المنتخب ممكن ممتاز. الكابتن
ممتاز. يتدخل كأب ليه. ممتاز، ودي حاجه فعلا متوقعه دايما من كابتن شوقي. اخيرا الاهلي والزمالك كده خلاص اتقفلت عليهم، كان في كلام من هنا ومن هنا على فترات. والله كلام، انت وجهتك واحده، انت هدفك واحد، انت بتدور على هدفك وبتشتغل عليه. ممتاز. بتسمى دايما بالشيخ، صليت استخاره قبل ما تاخد القرار ده؟ اه طبعا. ربنا يتقبل منك وربنا يبارك لك في الخطوه اللي عملتها.